بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت: يا نبي الله، ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه. وفي رواية: الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها. إنما نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك. وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله عز وجل به عنه حتى الشوكة تشوك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء تنطحها. وفي رواية: ألا والذي نفسي بيده ليختصمن كل شيء يوم القيامة حتى الشاتان فيما انتطحتا. وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة. جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون من الحساب يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية والتيسير. من ذلك ما جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في بعض صلاته، يعني هو أثناء صلاته كان يدعو، لعله في السجود، لعله في القيام، لعله قبل التسليم، في بعض صلاته كان يدعو ذلك، يقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. هو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي قد غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، يعني لا يقع منه ذنب عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. يرشدنا أن نقول مثل ذلك، وأن يكون ذكر الآخرة على بالنا دائما. تذكر الإنسان الحساب والجزاء، وأن الموقف موقف شديد والحساب صعب عسير، فيدعو ربه سبحانه أن يخفف وأن ييسر: اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. فكان يقول ذلك. فلما انصرف، يعني انتهى من صلاته، قلت: يا نبي الله، ما الحساب اليسير؟ ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه. يعني الله عز وجل يأتيه بصحيفة أعمال: هذا كتابك، هذا كتابك، عملت كذا، عملت كذا، عملت كذا، عملت كذا، يقرره بذلك ثم يتجاوز سبحانه تبارك وتعالى. وفي رواية: تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها. إنما نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك. من نوقش الحساب؟ يبقى فرق بين التقرير: عملت كذا، عملت كذا، يقال له هذا رحمة من الله عز وجل، وبين المناقشة: تعالى عملت إيه، ليه عملت هذا الشيء، ليه عملت كذا. اللي يناقش الحساب ضايع، هالك، خسران، نسأل الله العفو والعافية. فهنا بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك. وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله عز وجل به عنه حتى الشوكة تشوك. والمعنى إن من مكفرات السيئات ما يبتلى به العبد في الدنيا من مصائب، من مصائب، يفقد مالا، يفقد أشياء، يكون في صحته، يبتلى بالمرض، يبتلى بشيء، فهذه من مكفرات الذنوب. بل إن مكفرات الذنوب حتى الشوكة، الشوكة دخل في إيده، شوكة دخل في رجله، شك بشيء، هذا الشيء وإن كان يسيرا ولكن أيضا من ضمن مكفرات سيئات العبد. فهنا على المسلم أن يتذكر الحساب، وأن الحساب صعب عسير، وأن الله يخفف على من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة
حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. وده كذا حديث في هذا المعنى، هذا حديث لأبي هريرة، وجاء عن عثمان أيضا، وجاء عن أبي ذر نفس المعنى. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وشاتان تقترنان، معنى تقترنان يعني كل واحدة بتنطح التانية بقرنها، تقترنان، فنطحت إحداهما الأخرى فأجهضتها، واحدة قوية ضربت التانية لغاية ما زحزحتها وأتعبتها وأجهضتها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل ما يضحكك يا رسول الله؟ قال عجبت لها والذي نفسي بيده لا يقادن لها يوم القيامة. الشاة هذه التي لا تعقل، التي لا تعقل، ولكن استأوت على زميلتها ضربتها بقرنها لغاية أجهضتها، يعني أتعبتها، أتعبتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى هذا الشيء، حتى هذه البهيمة التي لا تعقل، لكن في هذا المقدار تفهم، هذا المقدار تفهم إن هي غلبة والتانية مغلوب، تفهم إن هي بتؤذي الأخرى إزاي، فعلى هذا الشيء الله يحاسبها يوم القيامة. هذه الشاة البهيمة العجماء التي غير مكلفة، لا نزل لها كتاب ولا أرسل إليها شيء، ومع ذلك يحاسبها الله يوم القيامة. كيف بالإنسان الذي يعقل، الذي في داخله فطرة قد من الله عز وجل عليه بها، الذي أعطاه الله قلبا وعقلا، الذي أنزل عليه كتابا وأرسل إليه رسولا صلوات الله وسلامه عليه، كيف يكون حسابه يوم القيامة؟ أيضا من الأحاديث اللي جاءت حديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال بلغني حديث عن رجل، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني جابر ابن عبد الله رضي الله عنه سمع عن حديث بيرويه واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل في الشام بيروي حديث كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا طلب العلم، العلم عندنا سهل، طلب العلم تطلب العلم في المسجد، تطلع المكتبة تجيب كتاب، لكن هو يطلبه ازاي هذا الحديث؟ هو في المدينة جابر بن عبد الله رضي الله عنه، يسافر إلى الشام علشان يسمع حديثا واحدا، حديثا واحدا، يسافر من المدينة إلى الشام، مش هيركب طيارة، مش هيركب القطار، لا، ده جمل، وقد إيه المسافة اللي يقطعها؟ شهرا كاملا من المدينة لغاية ما يوصل للشام، ليل نهار ماشي على جمله لغاية ما وصل إليه، فوجد عبد الله بن أنيس هذا الصحابي الفاضل رضي الله عنه. قال فقلت البواب، بواب البيت اللي عليه فيه عبد الله بن أنيس، قل له جابر على الباب. فقال عبد الله بن أنيس ابن عبد الله؟ قال قلت نعم. فخرج يطأ ثوبه، يعني من فرحته ان جابر بن عبد الله ديله طالع يجري حتى ثوب ملحقش يلبسه، عدل ماشي بيدوس عليه بيتكعبل فيه. فاعتنقني واعتنقته، اعتنقني واعتنقته، فقلت من على الباب، من على الباب، لا عزومة ولا دخول ولا غيره، المهم الحديث بعد كده يحلها ربنا في أي شيء آخر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمع. الحرص على الحديث، الحرص على الحديث، ألا نموت قبل ما أسمعه، حيحصل إذا موت قبل ما أسمعه، أنت سمعته من حد تاني، لا عايز يسمعه بإسناد عالي، ما هو الحديث بلغ عن عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا يسمي الإسناد النازل، إن أنا أحدث عن فلان عن فلان، طيب فلان هذا الأخير ممكن أوصل له أسمع منه مباشرة من غير ما يكون وسط في النص، فيصل إلى عبد الله بن أنيس بهذه الصورة الصعبة فيسمع منه هذا الحديث. الحديث في إيه؟ قال في القصاص، القصاص يوم القيامة. قال خشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة غرلا بهما. الحشر يوم القيامة، لا بالثوب ولا حاجة تتواريه، يحشر الناس كما ولدوا في هذه الدنيا، عراة قال غرلا بهما، هؤلاء الناس يوم القيامة على هذه الحالة كما خلقهم الله عز وجل. قلنا وما بهما؟ قلنا يعني عراء، عرفنا هذه، غرلا يعني غير مختونين، طيب بهما يعني ايه بهما؟ قال ليس معهم شيء، ما فيش فلوس في ايديهم ولا في اموال ولا ذهب ولا فضه ولا شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب، انا الملك الديان، انا الملك الديان، سبحانه تبارك وتعالى،
الديان بمعنى المجازي الذي أجازي، مالك يوم الدين، الدين بمعنى الجزاء، اليوم الذي سيدين الله عباده في سيجازيهم بأعمالهم، هذا يوم الدين. فالله الملك الديان سبحانه الذي يجازي عباده على أعمالهم. ولا ينبغي لأحد من أهل النار، ربنا يقول ذلك، ينادي ويقول أنا الملك الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. سبحان الله، لا ينبغي لأحد من أهل، خلاص مكتوب عليه النار، خلاص بأعمالي أو بخطو أعماله يدخل النار. بس في حالة، في واحد من أهل الجنة كان ظلمه في يوم من الأيام، واحد من أهل الجنة ظلم واحد من أهل النار، وصاحب النار ده خلاص داخل النار، داخل النار، ربنا يقول لا، ما يدخلش لغاية ما يقتص من الرجل بتاع الجنة ده. اللي داخل الجنة ده رايح الجنة وده رايح النار، ولكن في يوم من الأيام في الدنيا هذا اللي كان محسنة أساء لهذا الذي يستحق النار. فقال الله عز وجل لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. لذلك احذر من الظلم، احذر من الظلم، ما تقولش ما فلان ده إنسان فاجر وفلان ده إنسان فاسق وإنسان كذا أنا بالمرة أقول عليه واغتابه وأقع في كذا، في غير ما تحتاج إليه من أشياء. يمكن يجوز أنك تغتاب الإنسان الفاجر في جزئية معينة، إنك تبين الناس خدوا بالكم من فلان، ما تديش لفلان هذا مالك، ألا فلان هذا بيأكل المال إذا قدوا مش هيرجعهول، يبقى هنا قد يجب عليك أن تقول ذلك. ولكن إن أنت تقعد في سرته ليل نهار بعمال على بطال بسبب وبغير سبب، لا، مش مطلوب منك هذا الشيء. فإذا ظلمت إنسانا تقولش ما هو كان فاجرا، لا، يوم القيامة في قصاص وفي حساب على الكلام اللي بتقوله على الفعل اللي بتعمله. يمكن يكون إنسانا وقع في معصية من المعاصي وانت تتلكك له على حاجة وتضربه على حاجة تانية من الأشياء اللي هو مظلوم فيها، معصية حاجة وانك أسأت إليه في شيء ظلمته في شيء آخر، تحاسب على هذا الشيء الآخر يوم قصاص وحساب، ما فيش حد يفلت من هذا الشيء إلا من رحم الله سبحانه تبارك وتعالى وعمل صالحا. يقول ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه، حتى أقصه منه. يبقى الاثنين، الإنسان اللي حيدخل النار لو كان ظلم في يوم من الأيام إنسانا حيدخل الجنة، مع أن ده رايح على النار وده رايح على الجنة، ولكن مع ذلك الإنسان اللي داخل الجنة ليه عند هذا الإنسان شيء؟ طيب يلي داخل الجنة كان عليك ذنوب كذا وكذا، اديله شيله من الذنوب، يشيل من الذنوب وانت يخفف عنك وترفع درجة في الجنة، والعكس في ذلك. الإنسان الظالم كان اللي داخل الجنة، ظلمت هذا الإنسان اللي في النار، لا، اديله شوية حسنات من حسناتك يمكن يخفف عنه ما يدخلش النار هذا الإنسان، هذا حساب رب العالمين سبحانه. يقول حتى اللطمة، حتى اللطمة، إنسان ضرب التاني بإيده لطمه هذا، هذه اللطمة. قال قلنا كيف وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما. القصاص رح يقتص زي يوم القيامة. قال بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. يمكن حسنة تنفع لهذا الإنسان اللي داخل النار تمنعه عن النار، تمنعه عن النار ما يدخلش النار. يمكن الإنسان اللي داخل الجنة تجيله حسنة أو يخفف عنه شيء فيرتفع درجات في الجنة. فهذا القصاص يوم القيامة. هذا الحديث اللي سافر بسببه جابر بن عبد الله من المدينة إلى عبد الله بن أنيس شهرا من المدينة إلى الشام حتى يسمع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما جاء من الأحاديث، هذا حديث جابر بن عبد الله حديث صحيح رواه الإمام أحمد ورواه البخاري تعليقا، من الأحاديث حديث لأبي هريرة رواه الإمام أحمد ورواه مسلم أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون من المفلس؟ من المفلس؟ إنسان المفلس، كلنا نعرف هذا الحديث. تدرون من المفلس؟ الصحابة قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. إنسان مفلس، أي مفلس يعني ما حلتوش حال، لا عنده متاع ولا عنده مال، هذا المفلس الفقير يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة. هذا المفلس، يا ترى الجواب اللي أجابه الصحابة كان غلط،
يعني بيقول من المفلس؟ المفلس ما هوش عارف. هل غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى؟ لا ما غيرش، هو مفلس. مفلس اللي ما حلتوش حد، هذا مفلس وهذا فقير، ولكن مش عن هذا بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ده السؤال من باب التشويق للجواب، انه يشوف للجواب. حينما يقول من المفلس يا ولا، مش ده اللي انا اقصده. يقوم يتشوف كل انسان ويتشوف يا ترى مين اللي عايز النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما يقول في الحديث اخر، اتدرون من السرعه؟ السرعه البطل القوي والمصارع القوي الذي لا يغلب. لا مش هو ده اللي انا عايزه. هم للسرعه ايه؟ الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى هنا حول الشيء للشيء المطلوب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى ربنا يريد هذا الانسان السرعه الذي يملك نفسه عند الغضب، يريد يبين لنا من هذا الانسان المفلس. مين المفلس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ياتي يوم القيامه بصيام وصلاه وزكاه. يبقى جاي يوم القيامه عمل اعمالا صالحه. صيام وصلاة وزكاة معناه نوافل كتير، نوافل كتير، بيصلي نوافل كتيرة، بيصلي ويزكي ويصوم ويتصدق، ويأتي قد شتم عرض هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته. يبقى ده الإنسان اللي بيقع في الناس بلسانه وبيده ويأخذ أموال الناس. تعالى يقعد ربنا للناس، خذوا منه اللي انتوا عايزينه، خذوا منه لغاية ما يقتص الناس من هذا. انت سرقت مالي في الدنيا، اكلت مالي في الدنيا، عامل نفسك بتصلي معانا وعمال تاخذ اموالنا وحشغلها لكم وما فيش ربح، وبعدين ضاع المال علينا، عملت كذا. يؤخذ منه يوم القيامة من ايه؟ حسناته. ما هو كان بيصلي في الدنيا، كان يصلي كأنه بيصلي لغيره، كأنه بيصلي عشان غيره اللي ياخذ ثواب هذه. احذر من هذا الشيء، احذر أن تكون صلاتك وتعبك في العبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى في النهاية الثواب يكون للغير ليس لك. يكون إزاي بهذا الشيء؟ المفلس، المفلس الذي ظلم غيره بلسانه، ظلمه بيده، أكل ماله، هذا المفلس يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقعد يوم القيامة، ربنا أعده للناس، فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته خلاص خلاص، لا أصبح خذ لك حبة سيئات فوق سيئاتك. فيقال فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الخطايا، أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار. أنهي بقى مفلس أشد حالا؟ المفلس اللي في الدنيا اللي ما حلتوش حاجة، لو ما يشحت من الناس هيدوله، ده حد هيديله حاجة؟ لا، هذا سيؤخذ منه لغاية ما تفنى حسناته، محدش هيرحمه، خلص الحسنات، خلص ما عندوش حسنات الآن، سيبوه صار مفلسا. لا، حط فوق سيئات خليه يتعذب بيها، فيؤخذ من سيئات الإنسان المظلوم وتوضع فوق هذا الإنسان. مين يحب أن يكون هذا الإنسان؟ كثيرون من الناس يحبون وإلا ما يصرحوا، ما يصرح كل إنسان يقول أنا بحب ربنا وأنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وقت الفعل تلاقي الفعل يدل على عدم هذه المحبة. فين المحبة؟ تعصي الله سبحانه وتبارك وتعالى، أنت تزعم أنك تحبه. كذلك هذا الإنسان اللي يقول لا ما أحبش أكون مفلسا يوم القيامة، وهو طول النهار لسانه بيدب في الناس، يقع في عرض هذا ويشتم هذا ويتطاول على هذا ويبذي على هذا، يأكل مال هذا ويظلم هذا ويضرب هذا، أهو هنا فعله يدل على خلاف ما يقوله وخلاف ما يدعيه. فليحذر الإنسان من الموقف، فإنه موقف عظيم صعب. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.